نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره، فهو وحده غفار الذنوب وستار العيوب وعلام الغيوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على الهادي نور الكون به نادي، عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها، قام الليل لمولاه ضرا تشكو قدماه، عرج السبع فأعطاه خير صلاة صلاها، صلى الله على طه. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة، نبدأ ندوة جديدة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي الذي تقيمه وزارة الأوقاف كل عام في شهر رمضان، برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ندوة اليوم موضوعها في غاية الأهمية. موضوع ندوة اليوم: الشكر حقيقته وأثره في حفظ النعم. خير ما نبدأ به ندوتنا اليوم آيات من الذكر الحكيم والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر
يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني يا بني إنك إن تكن
مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوف المنصة: الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا معالي الدكتور. كما أرحب بالشيخ هاني عنتر السباعي، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف. مرحبا معالي الدكتور. الحضور الكريم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الحضور الكريم، الكلمة الآن للأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي شهر رمضان ومن العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم، يسعدني
أن ألتقي بكم وأتحدث إليكم عن نصف الإيمان أو نصف الدين. أتدرون ما نصف الإيمان؟ إنه الشكر. فالإيمان كما ورد في الحديث نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فنحن في هذه الليلة نتحدث عن نصف الإيمان وهو الشكر. وأول ما يخطر على بالي أن أتوجه بكل الشكر والتقدير والعرفان لكل من أسهم في إقامة هذه اللقاءات لكي تقدم الفهم الديني الصحيح وتصحح مفاهيم المسلمين عن دينهم. ومن هذه المفاهيم التي تحتاج إلى تصحيح مفهوم الشكر، ولا يوجد من بيننا من لا يعرف الشكر، لكن المشكلة أننا لم نفهم الشكر كما أراده الله وكما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر قيمة أخلاقية وإنسانية، وفوق ذلك هو عبادة ربانية نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الشكر قيمة أخلاقية وقيمة إنسانية، لأن الأمم الأخرى تربي أبناءها من بين ما تربيهم على قيمة عظيمة هي قيمة الشكر. يتلقى الأبناء في البلاد الأخرى ثلاث كلمات: كلمة أعتذر، وكلمة أشكرك، وكلمة من فضلك. أشكرك عندما تقدم لي شيئا مفيدا أو نافعا، أو تدلني على أمر كنت أبحث عنه، أو تقدم لي خدمة. أعتذر إليك إذا أخطأت في حقك رغما عني. من فضلك إذا طلبت منك أمرا. هذه آداب إنسانية، لكننا سنفاجأ بأن هذه الآداب الإنسانية هي عبادات تعبدنا الله تعالى بها. وبذلك رفع الله قدر الشكر من أن يكون مجرد قيمة أخلاقية لأن يكون عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. لضيق الوقت سوف أركز كلماتي إليكم في رؤوس أقلام مفيدة ونافعة، لأننا اجتمعنا اليوم كي نجلس ونلتف حول مائدة القرآن الكريم. وأستصحب في هذا الوقت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هنيئا لنا جميعا بهذا الشرف العظيم أننا الآن ونحن في هذا البيت العظيم، مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أننا الآن في الحضرة الربانية نذكر الله فيذكرنا الله تعالى في حضرته. أبدأ بالخاطرة الأولى، هو ما هو الشكر أصلا؟ يعني لابد أن نفهم ما هو الشكر. الإقرار بالنعمة والفضل لصاحب الفضل. السلام. الإقرار بالنعمة والفضل لصاحب الفضل. طيب من هو صاحب الفضل الأول علينا في هذه الدنيا؟ فيها إنه الله، لا أحد غيره. ولذلك من دقة التعبير في القرآن: أن اشكر لي ولوالديك. هذا الترتيب مقصود شرعا. صاحب الفضل الأول هو رب العالمين،
وصاحب الفضل رقم اثنين هم الوالدان. أن نشكر لي ولوالديك. القرآن مليء بالكلمات والآيات التي تحدثنا عن الشكر. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. مش الحكمة أن اشكر، لا، ليس المقصود هنا أن اشكر أو الشكر، إنما أن يكون الشكر أولا لله. فالمراد هنا هو إظهار أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل الأول. في الحديث القدسي: أنا وابن آدم في أمر عجيب، أنا وابن آدم في أمر عجيب، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بالنعم وأنا غني عنهم، ويتقربون إلي بالمعاصي وهم أحوج إلي. فأنا وابن آدم في أمر عجيب وفي خلق عجيب. سجل القرآن أيضا الشكر لبعض الأنبياء، منهم مثلا سيدنا نوح. الله تعالى يقول عنه إنه كان عبدا شكورا، وعن إبراهيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحدث السيدة عائشة: هون عليك، كما أشار الأخ الكريم في بداية الحلقة، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له: هون عليك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فيقول لها: أفلا أكون عبدا؟ فالنبي هنا يقتدي بمن؟ بإخوانه الأنبياء، يقتدي بأولي العزم، بنوح، بإبراهيم أبي الأنبياء، فيكون عبدا شكورا. إذن يتقرب الإنسان إلى ربه بعبادة الشكر. أما طبعا لا أنسى هنا أن أذكر لدينا في الإسلام سجدة تسمى بسجدة الشكر. هذا من التطور في مفهوم العبادة، إن الشكر ليس مجرد كلمة باللسان، إنما عمل يرضي الرحمن سبحانه وتعالى. الخاطرة الثانية: لماذا يجب علينا أن نشكر الله تعالى؟ هذا السؤال في غاية الأهمية، سؤال يطرحه الحاضرون ويطرحه من بعدهم المشاهدون. لماذا فعلا نحتاج إلى أن نشكر الله تعالى؟ استمع يا سيدي. أولا: إن كل النعم مصدرها الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وابن القيم يلخص هذا: نعمة الإيجاد، ونعمة الإعداد، ونعمة الإمداد. من الذي يملك كل هذه النعم؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. ثانيا: نشكر الله على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام. ومن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة. نحن لا نعرف قدر هذه النعمة، لأننا ولدنا في بيئة إسلامية، لكن لو ولدنا في بيئة أخرى ثم هدانا الله إلى الإسلام لعرفنا قيمة الإسلام، وعرفنا عظمة الإسلام، وعرفنا قدر الإيمان أكثر مما نعرف الآن. النعمة الثالثة: نعمة الصحة والعافية، وهي نعمة في غاية الأهمية، لأنه بدون الصحة لا يعمل الإنسان، ولا ينتج، ولا يتحرك، ولا يشارك في خير. من الذي يرزقنا الصحة؟ من الذي يرزقنا العافية؟ من الذي يرزقنا الحول والقوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو مصدر الحول، هو مصدر القوة. وقد علمنا عندما نسمع الأذان يقول: حي على الصلاة،
وحي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة الله. والصالحون يعلموننا نحن نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته أيضا. وبعدين عندك في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمة الصحة ونعمة الإيه؟ الفراغ. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا الإيه؟ لا يراه إلا المرضى. في نعم تانية طبعا، نعمة الأسرة. نعمة الأسرة من أب وأم بينهما عمار، فالأسرة مستقرة والبيت مستقر، هذه نعمة كبيرة تنعكس على الإنسان في راحة البال وطمأنينة النفس والشعور بالسعادة. هل نسوي بين بيت فيه قلق وبيت فيه استقرار واطمئنان وأمان؟ إنهما لا يستويان أبدا. نعمة الأسرة والعائلة. نعمة العمل. العمل قيمة، العمل شرف، العمل واجب. أنا بالعمل أحدد مكانتي في المجتمع، أنا بالعمل أتقرب إلى الله. نحن عندنا عنوان كبير اسمه الذين آمنوا وعملوا وعملوا إيه؟ الصالحات. طب أنا كي أنا إذا وفقت إلى عمل الصالحات فهذه نعمة كبرى، يعني يجب أن أشكر الله تعالى عليها. ثمرة الشكر تعود على من؟ علي أنا، علينا نحن. ولذلك بعض العلماء قال الشكر هو الجالب الحافظ. شايف الكلام؟ الشكر هو الحافظ الجالب. إيه يعني الكلام ده؟ الشكر هو الحافظ، أي أننا بالشكر نحفظ النعم. نحفظها من إيه؟ من الضياع، من الهلاك، من الفساد، من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. طب يقولك الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، ودي معنى كلمة الشكر هو الجالب الحافظ. الخاطرة التالية، ما الذي تميز به الشكر في الإسلام عن الشكر عند الأمم الأخرى؟ أنا كما أشرت إليكم في مطلع الحديث، الشكر ليس قيمة عندنا، الشكر قيمة إنسانية يتعلمها الناس، لكن الشكر في الإسلام درجة أعلى. أتدرون ما هذه الدرجة الأعلى؟ عندما تشكر أحدا فأنت تشكر الله. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا أردت أن تشكر الله فابدأ بشكر من جعله الله سببا لإجراء الخير ولتوصيل الخير إليك. أن اشكر لي ولوالديك، مش لي بس، ده ربنا اللي بيقول هذا الكلام عشان نفهم إن أي حد عمل لي جميلة، عمل لي مصلحة، لازم أشكره. وإذا لم أشكره فلم أشكر الله. أنا عارف إن بعض الناس يقولك اشكر ربنا فقط. لا يا سيدي، اشكر الله، اشكر الله، ثم اشكر من جعله الله سببا ليجري الخير على يديه لك. ثم لست أنت الذي تدعو إلى الشكر، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمنا الشكر الحقيقي. طيب إيه رأيك أنك عندما تقرض أحدا فأنت تقرض الله؟ ألم يقل ربنا في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وعندما تطعم فقيرا فأنت تطعم الله. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أرأيت لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ وهكذا. أيضا من كيف نشكر الله، إذا قلنا هذا هو التميز في الإسلام، إن الشكر في الإسلام عبادة، يعني ما دام عبادة يرفع الله بها
الدرجات ويعطينا عليها الحسنات. تصور أن المجتمع الإسلامي يعرف كيف يخرج كلمة الشكر ويتحدث بها في كل من يتعامل معه. أنا إذا أهداني أحد هدية أشكره عليها، إذا ساعدني في أمر أقوم به أشكره عليها أو على مساعدته. الحياة كلها مجال للتبادل والتعاون. ما أجمل أن يشكر بعضنا بعضا وأن نتعلم هذه القيمة وأن نعلمها لأولادنا. كيف نشكر الله؟ هذه الخطيرة التالية. كيف نشكر الله إذن؟ أولا بما نتقرب به إلى الله، نشكره بالصلاة، بقراءة القرآن، بحضور مجالس العلم، بأدب الاستماع للعلماء، بأدب الاستماع إلى العلماء. شوف ربنا لما بيقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هو مش القصد أن نقف عند هذا، إنما أن يصبح هذا طبعا وعادة في كل مجالس العلم، فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نشكر الله بالعمل الصالح، بالصدقة، بمساعدة الآخرين، بمعاونة كل ذي حاجة. وما شاء الله الحياة مجالها واسع جدا، لا أحد يستطيع أن يعتمد على نفسه فقط، كلنا يحتاج بعضنا إلى البعض. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لو أنا استقرت هذه الجملة في أعماقي لساعدت كل من أراه. لماذا؟ لأنني أنتظر المساعدة والمعونة من رب العالمين سبحانه وتعالى. بحسن التعامل، نشكر الله بحسن التعامل مع الخيرات، مع الأرزاق، مع الموارد الطبيعية. في حاجة ظهرت، مصطلح من سنوات قليلة اسمه التنمية المستدامة. لما أنت تأخذ من الطبيعة اعمل حساب أن هناك أجيال أخرى سوف تأتي بعدك. اعمل حساب أنك لست وحدك تمشي في الشارع، فلا بد أن تحافظ على صحة الآخرين، فلا تسيء إليهم ولا تجلب لهم الأمراض. حسن التعامل مع الموارد الطبيعية والمحافظة، لأن الموارد الطبيعية دي عبارة عن إيه؟ نعم. المية نعمة، الهواء نعمة، الأرض نعمة، الزراعة نعمة، الصناعة، التجارة، كل هذه الأعمال إنما هي نعم من الله سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. وهنا أقف معكم لأنه في مستويات للشكر، لازم كل منا يعرف أين مستواه. المستوى الأول، هناك شكر باللسان وشكر بالجوارح وشكر بالقلب. طبعا الأعلى درجة في هذا هو الشكر بالقلب، لأنه إذا شكر القلب شكر اللسان، إذا شكر القلب شكرت الجوارح. شكر القلب، شكر اللسان يعني شكر النعمة، يعني أتحدث عن النعمة، ربنا أفض علي هذا العام بكذا هذا، وأما بنعمة ربك فإيه. حدث من باب الإيه؟ من باب الشكر عليها، أن تنشر هذه النعمة حتى يتمناها الآخرون لأنفسهم كما تمنيتها أنت لنفسك. اعملوا آل داود إيه؟ شكر. طب شكر الجوارح، قال العمل الجوارح. وكان مولانا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول القلوب تتوكل والجوارح تعمل. وده الإيمان، القلوب تتوكل والجوارح إيه؟ تعمل. طيب إحنا عايزين جوارحنا، يعني اليد، يعني الرجل، يعني اللسان، يعني السمع، يعني البصر، كل هذه الجوارح تعمل في طاعة الله وليس في معصية الله. طب وشكر القلب؟ الشكر القلب هو الإقرار والاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ده المستوى الأول. ناخد المستوى الثاني، قال لك في شكر عوام وشكر خواص و
شكر خواص الخواص. احنا في رمضان عندنا صيام العوام، اللي هو صيام العوام اللي هو عبارة عن ايه؟ صيام عن طعام وشراب وسائر الشهوات. طيب وصيام الخواص قال لك لا، زيادة على ذلك صيام الجوارح، لا ترتكب اسما او ذنبا او جريمة تتعارض مع آداب الصيام. طيب وخواص الخواص قال لك صوم القلب عما سوى الله. دي مسألة عالية قوي، لأن احنا غصب عننا في الدنيا يعني نذكر الله ونذكر غيره، لكن أن يصوم القلب عما سوى الله معناه هذا قلب عرف معنى التوحيد. آخر حاجة أو آخر خاطرة، أثر الشكر في المحافظة على النعم. الله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لإيه. من هذه الآية أقول لكم بمنتهى اليقين ومنتهى الإيمان ومنتهى الحسم إن الشكر أحد الحلول العظيمة التي يقدمها الإسلام لحل المشكلات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية. لكننا لم نعرف كيف نجعل الشكر وسيلة وأداة لحل مشكلة البطالة، لحل مشكلة الفقر. يعني الحل عندنا طبعا، عندنا بتفويض من الله، مش عندنا لا، بتفويض من الله، هو الذي دلنا على هذا الحل. لو شكرنا الله حقا ما وجدت مشكلة اقتصادية ولا وجدت مشكلة اجتماعية. طيب الشكر الحقيقي يلزم الإنسان بأن يحافظ على النعم التي وهبه الله إياها. يبقى سؤال وآخر خاطرة حتى لا أطيل عليكم، ما الذي يحدث إذا لم نشكر الله حقا؟ يعني مصير الإنسان بين أمرين أو بين اثنتين، إما شكر وإما كفر والعياذ بالله. إذا لم يشكر الإنسان ربه، أتدرون ما العقوبة التي يمكن أن يتعرض لها؟ سلب النعم التي أعطاه الله إياها. وطبعا الحديث اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، من زوال نعمتك، أنا خاف إن النعمة تزول عني. إيه اللي حصل بقى؟ ناخد مثال واحد بس، كيف كان الكفر أو عدم الشكر وسيلة لسلب النعم؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة أو درز مطمئنة أو درز يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يا سبحان الله، أي من كل مكان دي ملهاش حدود، نعمة ملهاش حدود. فكفرت بأنعم الله، إيه اللي حصل؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بعدين برضو لقد كان لسبأ في مسكنهم إيه؟ آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق رب. ده اللي القرآن قالوا، أنا رأيت هذا بعيني. هناك من لم يحافظ على النعمة فسلبت منه. الجيل الأول كان بيحافظ، الجيل الثاني بدأ يعني يتمرد ويستهتر ويستخف وما يشكرش ربنا، سلب الله النعمة منهم، فأصبح الجيل الثالث أفقر الأفقر، فقراء البلد. وبعد ما كان البيت يطعم غيره صار الآخرون يعطونه الطعام والشراب بسبب سوء التصرف وعدم الشكر لله سبحانه وتعالى. في من يستمع إلي الآن، في بيت كل منكم نعم، في صدر كل منكم نعم، لا أقول نعمة، نعم، في حياة كل منكم نعم، فلا تضيعوها ولا تبددوها ولا تجعلوا الشيطان ينتصر عليكم فتستعينوا بهذه النعم على معصية الله. استعينوا بها على القرب من الله
وعلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم وأنتم تعلمون أن الكلام عن الشكر لا يسمع منه، لأننا امتلأت قلوبنا الآن بهذه النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ندوة عنوانها الشكر نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الآن لفضيلة الشيخ هاني عنتر السباعي، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف. المحمود هو الله، والمعبود هو الله، والخالق هو الله، والرازق هو الله، والواحد هو الله، واحد في ذاته فلا قسيم له، وواحد في صفاته فلا شبيه له، وواحد في أفعاله فلا شريك له. تبارك الله في علياء عزته، وكل كل لسان عن تعاليه، وجوده سابق لا شيء يشبهه، ولا شريك له لا شك لي فيه، لا دهر يخلفه، لا نقص يلحقه، لا كشف يظهره، لا ستر يخفيه، لا كون يحصره، لا عون ينصره، وليس في الوهم معلوم يضاهيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا تحويه الأقطار، ولا يؤثر فيه ليل ولا نهار، فسبحانه هو الله الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا مصطفى، يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيد، قد لامني فيه العذول، ولو يرى نعم الغرام به لكان مساعدي، وأنا المحب، ومهجتي لا تنسني عن وجدها وغرامها بمحمد. يا رب صل على النبي محمد، واجعله شافعنا بفضلك في غد. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير. يطيب لي أن ألتقي بحضراتكم في هذه الليلة المباركة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وفي هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، على هامش المؤتمر أو الملتقى الثقافي الذي أعدته وزارة الأوقاف. وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،
على إتاحة الفرصة للقاء بحضراتكم في هذا اليوم الأغر الميمون. وإنه والله لمن الصعب بمكان أن أكون متحدثاً بعد علم من أعلام الدعوة في مصر، بعد أستاذنا الدكتور محمد قاسم المنسي، وقد أخذ بجماع موضوع الشكر وطوف بنا في رياضه النضرة بكلام ممتع وكلام نافع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يجعله في ميزان حسناته. أيها الأحباب، كلنا يعلم أن الواحد منا يحيا في حال من اثنتين، إما أن يكون في نعمة وإما أن يكون في بلية أو نقمة. فإن كان الإنسان يحيا في نعمة وجب عليه لله عز وجل أن يشكر هذه النعمة، وإن كانت الأخرى وجب عليه أن يصبر عليها. لذلك كان حالنا كله في الدنيا خير بإذن الله عز وجل، وهذا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لماذا للمؤمن؟ لأنني كما قلت الآن يتعامل مع الحالة التي أوقعه الله فيها، يتعامل فيها بنص شرعي، يتعامل فيها بمنهج نبوي، يتعامل فيها بنص قرآني، يتعامل فيها معاملة أمر بها الشرع الحنيف. لذلك لا تكون ولا يكون هذا الخير إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله أكبر. فحالنا ما بين شكر وصبر. لذلك جمع الله تبارك وتعالى بين الشكر والصبر في العديد من الآيات، لأنهما قرينان يتفقان ويأتلفان ويتكاملان ولا يتناقضان بحال من الأحوال. إن في ذلك لآية لكل صبار شكور، إن ذلك لآيات لكل صبار شكور، كما ذكر ربنا جل وعلا. وكلنا يعلم أن المنعم الأوحد على ظهر هذه البسيطة وعلى ظهر هذا الكون هو رب العزة جل في علاه. فما من نعمة إلا من الله عز وجل. الهواء الذي نتنفسه، الليل والنهار الذي يكوره علينا، نعمة من الله عز وجل. الشمس والقمر والنجوم، هذا الفلك الذي يدور بكل ما فيه وكل ما يحويه، نعمة من الله عز وجل. لذلك يقول الله تبارك وتعالى ممتنا علينا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. لا بد من ذكر النعم حتى نشكرها. اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض، من السماء والأرض؟ لذلك أيها الأحباب، إذا كان الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نذكر هذه النعم، فاعلموا أن أول مرحلة من مراحل كفر النعم ونسيانها الغفلة عن النعم، أنك أصلاً لا تستطيع أن تقدر أنك في نعمة. وكلنا يصبح به الصباح ويسير به اليوم إلى منتهاه
منذ أن يصحو من نومه إلى أن ينام كلنا في نعم الله عز وجل، لكن المشكلة أننا أو بعضنا غافل عن هذه النعمة، غافل عن هذه النعمة لأنه تعود عليها، لأنها ملازمة له، لكنه حين يفقد النعمة يعلم قدرها. خذ مثلا نعمة البصر، كلنا يعلم أنها نعمة عظيمة، لكن هل من شاكر لها؟ مع أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالشكر عليها، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلك تصبح كل يوم فتقول الحمد لله على نعمة السمع، الشكر لله على نعمة البصر، الشكر لله على نعمة الفؤاد، الشكر لله على نعمة كذا وكذا. ولكن استمرار هذه النعمة معنا جعلتنا نغفل عنها، بل جعلت البعض يكفر بهذه النعمة. قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، لماذا؟ لأن الله عز وجل آتاه من الملك ما آتاه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فنسي هذه النعمة وجحدها. طولب بالشكر لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. فماذا كان قوله، وماذا كان رده، وماذا كانت عقيدته؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. الكارثة التي يقع فيها الكثير من البشر الآن، العلم لولا أنني تعبت وسهرت ما وصلت إلى هذه الدرجة من العلم، لولا أنني تعبت وشقيت في جمع المال ما تكون عندي هذا المال، لولا أنني تعبت وسهرت في الرياضة ما تكون عندي هذا البنيان القوي وهذا الجسد القوي. فينسى، ينسى نعمة الله عز وجل. لماذا؟ لأنه نسي أن الذي أعطاه هذه النعمة هو رب العزة جل في علاه. قال إنما أوتيته على علم عندي. وإذا كنا بصدد الحديث عن الشكر، أختم الكلام بهؤلاء أو بهذا المثل الذي ضربه ربنا جل وعلا في القرآن الكريم، لنعلم أن الشكر لله عز وجل يديم النعم ويحفظها ويصونها وينميها ويبقيها ببركتها. قال جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا، نسوا هذه النعم، لم يؤدوا شكرها، لم يشكروا الله عليها، فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، طعام مر وطعام فيه شوك ولا ثمر فيه، بدل ما كانوا ينعمون به من الفواكه والطعام والشراب الذي ساقه الله إليهم رزقا طيبا، فلما أعرضوا أذهب الله بذلك الرزق عنهم، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا النعم وأن يديمها وأن يبارك فيها. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا
فضيلة الشيخ هاني عنتر السباعي مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف. قال فأفاض وقال فأجاد، جزاه الله عنا خير الجزاء. والآن مع فاصل من الابتهالات الدينية وفضيلة الشيخ ضياء الدين الناظر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عفوك ورضاك يا مقصودي ورضاك مطلوبي. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا أصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسن. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أن تحيا
سليما منا وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن بدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم حليم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في ختام ندوتي يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا معي دكتور. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ هاني عنتر السباعي مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف. كما أشكر الحضور الكريم الذين حضروا هذه الندوة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي الذي تقيمه وزارة الأوقاف في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين. إلى اللقاء بكم غدا إن شاء الله في ندوة جديدة من ملتقى الفكر الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.